أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. لا تزال الأنظار مركزة على إيجابيات لقاء عبدة في يوم الاستقلال، وما إذا كانت هذه الإيجابية ستفضل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مطلع كانون الأول المقبل لإرساء مخرج داخلي وخارجي. وفيما استحوذ ملف التدقيق المالي الجنائي انطلاقا من مصرف لبنان على اهتمام رسمي، ولفتت على هامشه إشارة رئيس الجمهورية إلى حملات منظمة قائمة على الأكاذيب وترمي إلى اغتيال سياسي، أصر الرئيس عون خلال ترأسه اجتماعا ضم وزير المال وحاكم مصرف لبنان على بدء التدقيق وتوفير المستندات المطلوبة لشركة ألفاريز ومارسال كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأولي بنهاية 12 أسبوعا كحد أقصى وفق منطوق العقد. وإلى ذلك تتجه الأنظار أيضا إلى اللقاء الصباحي غدا بين قداسة البابا فرانسيس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حاضرة الفاتيكان، في لقاء يحمل في طياته الكثير من المعاني، أولا في زمانه بما أنه يحصل في أسوأ مرحلة من تاريخ لبنان الحديث، وثانيا في مكانه كون الفاتيكان من أكثر الجهات الداعمة للبنان والحريص على انتشاله من أزماته المتتالية. وبالعودة إلى الداخل ظل شغل اللبنانيين الشاغل أمور سلسة. الأول، استمرار ارتفاع سعر الصرف الدولار الذي تخطى اليوم 24,000 مستتبعا بارتفاع أسعار المحروقات، والثاني ارتفاع أسعار الأدوية على أنواعها والأنكة، تفاوت الأسعار بين صيدلية وأخرى، ما يجدد السؤال حول دور التفتيش الصيدلي ومفتشي وزارة الصحة. والثالث، الخطر البيئي المستفحل من مطمر النعمة، وقد سارع وزير البيئة إلى المعاينة على الأرض لتحديد الخطر. إذن البداية من الاجتماع المالي في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية الذي أصر على أن يوفر مصرف لبنان ذات المعلومات والمستندات إلى شركة التدقيق الجنائي. مشددا على بدء مهمات التدقيق الجنائي وتوفير داتا مصرف لبنان إلى ألفاريز أند مارسال، رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رأس اجتماعا في قصر بعبدة حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامي والوزير السابق سليم جريساطي. الاجتماع خصص لعرض الأوضاع المالية في البلاد والصعوبات التي تواجه مؤسسة ألفاريز أند مارسال في عملية التدقيق المحاسب الجنائي في حاكمية مصرف لبنان. في خلال الاجتماع أصر الرئيس عون على بدء مهمات التدقيق المحاسب الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة ألفاريز أند مارسال وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، ما يقتضي معه توفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة في شكل كامل كي تباشر مهماتها وكي تصدر التقرير الأول بنهاية 12 أسبوعا كحد أقصى وفق منطوق العقد. وقد أدلى كل من الوزير الخليل والحاكم سلامي بأنهما يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية. ولفت الرئيس عون المجتمعين إلى أن تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على كل الصعد، خصوصا أن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة. نرى أن هناك أزمات، منها مصطنع ومنها ما هو طبيعي، وإذ كرر أمام وفد من اللايونز إصراره على التدقيق المالي أشار إلى أهمية المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أن من الناحية السياسية هناك أزمات، منها ما هو مصطنع من حيث الصراع السياسي على الأرض الذي كان يمكن تفاديه وسمح بتدخل دولي في الشؤون اللبنانية، ومنها ما هو طبيعي. وشدد على أنه كان مصرا منذ البداية على التدقيق المالي، وأشار إلى المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي. مواقف الرئيس عون وردت في خلال استقباله في قصر بعبدة وفد جمعية أندية اللايونز الدولية لمنطقة 351 لبنان الأردن وسوريا الذي زاره بعد انتخاب الحاكمة الجديدة عايدة قعوار. الخسارة اللي وصلنا لها منا هي نتيجة حياة طبيعية، صار في خلل باستعمال المال، ولذلك فرضت تدقيق الجنائي حتى نقدر الأخطاء والأشخاص
يعني يوصلونا لهالمرحلة هيدي، لأنه هيدا واجبة وكلفني كتير وقت وشغل، لأن كان في مقاومة ولا هلأ بعد بيعملوا عراقيل. فإذن التهرب من التحقيق عم بيحدد لنا كل واحد منهم مشترك بهالجريمة اللي استمرت 30 سنة. هلا وصلنا لهون، نحن هلا عم نحاول، فتحنا مفاوضات مع صندوق الدولة حتى نقدم الخطة تبعنا، وعلى أساسها ناخذ قروض طويلة الأمد. هولي في عنا شميت مؤسسة بيشتغلوا بالمال العام مش خاضعين للمراقبة، هيدا حطيتنا على البرنامج الإصلاحي. الحاكمة قعوار عددت ما أنجزته لاينز في لبنان والمنطقة، وأكدت متابعة الرسالة كما الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في كل المحن، خصوصا بعد تفجير مرفأ بيروت، وقدم الوفد التهاني بعيد الاستقلال. السفير الروسي ألكسندر روداغوف سلم الرئيس عون رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت التهاني بالاستقلال وتأكيدا على علاقات الصداقة بين لبنان وروسيا، ودعم موسكو الدائم لسيادة ووحدة لبنان وعدم جواز أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية. الرئيس عون حمل السفير روداغوف تحياته إلى الرئيس بوتين وشكره على التجاوب السريع الذي أداه بتسليم لبنان الصور الجوية التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية قبل انفجار مرفأ بيروت ب4 آب 2020 وبعده. وفي قصر بعبدة، نائب زحلي سيزار المعلوف أجرى جولة أفق مع الرئيس عون، تناولت الأوضاع وعددا من المواضيع التي تهم زحلي ومنطقتها، إضافة إلى حاجات إنمائية لعاصمة البقاع ولجوارها، منها تأهيل طريق المصنع دار البيضر وموضوع الكهرباء ووجوب توفير مادة المازوت، إضافة إلى غلاء المعيشة ومعاناة البقاعيين. رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 1 كانون الأول 2021 في مجلس النواب، وذلك لدرس اقتراح قانون معجل مقرر يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية. في السراي الحكومي وقبيل مغادرته إلى الفاتيكان، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، واطلع منه على أجواء الزيارة الرسمية إلى روسيا. كما التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي. في بكركي، وبعد اختتام زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى لبنان زيارته أو بعد اختتام زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى لبنان زيارته، سجل لقاء بين البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي والسفيرة الأمريكية دوروثي شي. وزير البيئة ناصر ياسين سارع إلى التوجه إلى مطمر الناعم اليوم لمعاينة الوضع بعد الحديث عن توقف تنفيس الغازات المنبعثة منه. وقد نشر الوزير ياسين عبر تويتر لقطة فيديو من المطمر وأرفقها بتعليق جاء فيه: من مطمر الناعم لتحديد خطر عدم تنفيس أبار الغازات حيث يجرى الآن تنفيسها. وأضاف: إدارة مجلس الإنماء والإعمار التي تتولى إدارة المطمر ستعمل بسرعة لتأمين الصيانة الدورية، ويتم التواصل مع وزير الطاقة لإعادة تشغيل محطة الكهرباء الموجودة في المطمر والتي تعمل بغاز الميتان لإنتاج 6 ميجاوات. أخبار الاقتصادية، أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا جديدا، وجاءت على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان 311400 ليرة لبنانية، البنزين 98 أوكتان 321200 ليرة لبنانية، الديزل أويل 321000 ليرة لبنانية، الغاز 276500 ليرة لبنانية.
وبعد إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامي عدم تحديد لبنان حجم الخسائر لصندوق النقد الدولي، كيف يمكن الوصول إلى اتفاق في وقت قريب؟ التفاصيل في الفكرة الاقتصادية مع ندى الحوت. فاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامي اللبنانيين بالإعلان أن الطرف اللبناني لم يحدد بعد لصندوق النقد حجم قطاع الخسائر في لبنان. هذه المفاجأة استدعت تساؤلات عدة. أولا، إذا كان تحديد حجم الخسائر لم يتم حتى الآن، هل ستكون مهمة توزيع هذه الخسائر على الأطراف المعنية مهمة سهلة؟ ثانيا، كيف يمكن أن نأمل الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد في وقت مقبول؟ المحلل المالي الاقتصادي شرح أهمية الخطوة. لا شك أنه كلام حاكم مصرف لبنان بالأمس شكل مفاجأة لجهة القول أنه الوفد اللبناني ما أعطى بعد رقم موحد للخسائر بالقطاع المالي. بالحقيقة الإيحاءات الحكومية اللي كانت موجودة أنه تم الاتفاق بين كل الأطراف على رقم موحد للخسائر، ليتبين اليوم أنه يبدو أنه بعد ما اتفقنا على هذا الموضوع، وهذا الموضوع شائك. نحن بنعرف أنه بعهد الحكومة السابقة شكل إشكالية كبيرة ومشكلة كبيرة وأدت لاحقا إلى وقف المفاوضات مع صندوق النقد. نتأمل ما يتكرر هذا الموضوع وأنه نقدر نتوصل لرقم موحد للخسائر لحتى نقدر نقدمه لصندوق النقد الدولي. بموضوع توزيع الخسائر نتأمل ما يصير في إشكالية بهذه النقطة كمان، لأنه هذه الإشكالية حصلت كمان بعهد حكومة الرئيس حسان دياب وأدت كذلك إلى وقف المفاوضات. نحن اليوم محتاجين لحتى نعتمد للي بتقول السلطة السياسية نفسها. السلطة السياسية عم بتقول أنه بتوزيع المسؤوليات الدولة مسؤولة أولا، مصرف لبنان ثانيا، المصارف ثالثا، وبالتالي من البديهي أنه إذا بده يصير في توزيع للخسائر لازم يتم على هذا الأساس، الدولة، مصرف لبنان والمصارف. وهيك إذا اعتمدنا هذا الأسلوب بعتقد بيكون الحل أسهل، وبرنامج التمويل وخطة إنقاذ بتكون مدتها أقصر وأسرع للتنفيذ. وهناك وجهة نظر تقول بأن تقديم الدولة اللبنانية لرقمين متباعدين عن الخسائر لصندوق النقد الدولي يعطيها هامشا مريحا بالمفاوضات، فهل ستتم هذه الخطوة قريبا؟ وزير العمل مصطفى بيرم الذي نفى انتقاده لممثلي أصحاب العمل والعمال في لجنة المؤشر وقع اليوم مشروع مرسوم زيادة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص والبالغ 65 ألف ليرة لبنانية وأحاله على مجلس شورى الدولة وفقا للأصول. وقع وزير العمل مصطفى بيرم مشروع مرسوم زيادة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص والبالغ 65 ألف ليرة لبنانية وأحاله على مجلس شورى الدولة وفقا للأصول. وكان قد استقبل الوزير بيرم اليوم وفدا من اتحاد ونقابات النقل البري برئاسة بسام طليس، وتم عرض الاتفاق الذي تم عقده مع دولة رئيس الحكومة وأصحاب المعالي وزير الأشغال والنقل ووزير الداخلية ووزير المالية، وبالتالي تم الاتفاق على أنه فور عودة دولة رئيس الحكومة سوف يتم التواصل معه من أجل تذكيره بمندرجات الاتفاق. أما طليس فأشار إلى موضوع وحيد، وهو أنه قبل 7 أيام من موعد تنفيذ الاتفاق الذي توصلنا إليه مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين هو دعم قطاع النقل البري في 1/12/2021. وأضاف: أتوجه بسؤال إلى دولة الرئيس والرؤساء المعنيين، هل ما زلنا على الاتفاق والموعد حتى تتصرف الاتحادات والنقابات على أساسه؟ علقنا الإضراب لأنه صار في اتفاق والتزام ولم تعلن الاتحادات الاتفاق. أصرينا على إعلان الاتفاق بلسان الوزراء المعنيين من عند رئيس الحكومة وبالسرعة. هلأ إذا الحكومة ما بدها تلتزم بالاتفاق اللي حصل، أنا بقول للسائقين العموميين وللنقابات بكل المناطق، أنتوا حرين تعملوا اللي بدكم إياه دون العودة لاتحادات وقطاع النقل البري. نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة تناول موضوع رفع الدعم عن الدواء، وفي حديث لبرنامج مشاكل وحلول مع الزميل ملحنة لفت جبارة ردا على سؤال أنه بالإمكان استيراد الدواء من سوريا وإيران شرط مطابقة مواصفات وزارة الصحة، لكن هذا الاستيراد لا يشمله أي دعم نظرا للعقوبات الدولية. ما بقي في شيء من العملات الأجنبية، نعم.
أصبح القليل القليل متوفر لدعم الدواء. بيقول المصرف المركزي أنه المبلغ العطي لوزارة الصحة 35 مليون دولار، منهم 25 للدواء، وأنه بارح مصرح الحاكم أنه وصل احتياطه لل 14 ألف يلي هو الاحتياط الإلزامي بالمليار عفوا، وما بيقدر ينزل تحته. إذن أول سبب هو الاستعمال اللي عملناه خلال سنتين الماضية للأموال. يمكن معك حق، في إجراءات كان لازم ناخدها من قبل لحتى نقدر نوفر من هذه الأموال اليوم، وكنا يمكن وضعنا أحسن وقدرنا نضاين أكثر. السبب الثاني هو انهيار الليرة اللبنانية. إذا في تاجر بده يستورد من سوريا، من إيران، من أي دولة، نحن عادة ما بنستورد رسميا من عندها. الحاجة تقضي أنه نقول نعم. ليك اللي بده، المشكلة الوحيدة من الاستيراد من إيران أو من سوريا أنه ما فيك تدخل بالدعم، لأنه هدول البلاد عليهم حظر من قبل بلدان عديدة بالعالم. نعم نعم نعم. وما فيك تتعامل معهم بالليرة بالدولار الأمريكي. immediately بيعملوا حظر على المصرف المركزي الأمريكان والأوروبية إذا جربوا يستعملوا اليورو، وبيصير كارثة على لبنان. منشان هيك هدول ما فيهم يندعموا. أما استيراد طبيعي ومن دون دعم فهذا ممكن، بس على شرط أنه يحترموا المواصفات اللي حطتها وزارة الصحة. أهلا بكم. نفت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان لها ما ورد في إحدى الصحف المحلية، وهو خبر يزعم اقتطاع مبلغ 120 ألف ليرة من رواتب العسكريين مقابل صندوق تمونة توزع عليهم شهريا. ويهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا، وتوضح أنها ونظرا للضائقة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، قد عمدت منذ مدة إلى تأمين مواد غذائية من السوق المحلي بأسعار مقبولة وتناسب رواتب العسكريين ولمن يرغب منهم، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية التي تصل من قبل الدول الصديقة والشقيقة وتوزع على العسكريين مجانا. وتتابع قيادة الجيش سعيها للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل عناصرها لتجاوز هذه الفترة الصعبة، وتجدد دعوتها وسائل الإعلام للعودة إلى بياناتها الرسمية الصادرة عن مديرية التوجيه، والتي تنشر على الموقع الرسمي للجيش وعبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة له. قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي للوكالة الوطنية للإعلام أنه بالنسبة إلى بعض التقارير الإعلامية عن علاقة اليونيفيل بانفجار مرفأ بيروت، فإن بعض التقارير الإعلامية الأخيرة والتي تكهنت عن أنشطة قوة اليونيفيل البحرية في سياق الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 تضمنت مزاعم لا أساس لها من الصحة، متجاهلة تفويض اليونيفيل والطريقة التي تعمل بها قوة اليونيفيل البحرية. وتم نشر قوة اليونيفيل البحرية بناء على طلب من الحكومة اللبنانية للقيام بمهام محددة للغاية لدعم السلطات اللبنانية. وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث في نتائج منتدى الانتخابات الذي عقد الشهر الفائت في الوزارة والخطوات اللاحقة التي ستليه، إضافة إلى التحضيرات اللوجستية والإدارية الجارية والجهوزية التامة لإجراء الانتخابات المقبلة. دان حزب الله بشدة قرار السلطات الأسترالية تصنيف حزب الله بأسره منظمة إرهابية، معتبرا إياه انصياعا ذليلا للإملاءات الأمريكية والصهيونية وانخراطا أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياساتها القائمة على الإرهاب والقتل والمجازر. وكانت أستراليا صنفت حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري للتنظيم لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية. وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية ويشكل تهديدا حقيقيا وموثوقا به لأستراليا. وزير الثقافة يحتفل والسفير الصيني في لبنان بوضع حجر الأساس للمركز الثقافي الصيني اللبناني في دبي.
زار وزير الثقافة محمد مرتضى موقع مشروع بناء المعهد الوطني العالي للموسيقى في دبي، وجال في أرجائه برفقة سفير دولة الصين كيان من جيان ووفد من السفارات الصينية، مع الإشارة إلى أن المشروع تجرى أعماله بتمويل وإشراف مباشر من السفارات الصينية، وهو المشروع الوحيد الجاري تنفيذه راهنا على الأراضي اللبنانية، وسوف يتم إنجازه في العام 2023 ليصبح لدى لبنان معلم ثقافي عالمي حضاري على مساحة تبلغ 16,000 متر مربع، مجهز بأحدث التجهيزات لا نظير له في كل دول المنطقة. الوزير مرتضى أشار إلى دور لبنان كصلة وصل بين الشرق والغرب. هذا المعلم أيها السيدات والسادة هو ثمرة من ثمرات خير الشرق مولته دولة الصين الشعبية من بابه إلى محرابه، وسوف تجهزه بأحسن وسائل التجهيز من ألفه إلى يائه. فلماذا نقبل مساعدة الصين لتشيد لنا معلما حضاريا قل نظيره في كل منطقة الشرق الأوسط هو هذا المعهد العالي للموسيقى الكامل المتكامل القائم على كل هذه المساحة الشاسعة الواسعة من الأرض. بدوره عبر السفير من جيان سرور بلاده وافتخارها بتنفيذها المشروع، آملا في أن يكون الفاتحة لمشاريع أخرى. كلا الصين ولبنان دولة ذات حضارة عريقة، ونعتبر التعاون في مجال الثقافة من أهم مجال التعاون بين البلدين، ونحن مسرورون جدا في للمشاركة في بناء هذا الحلم لكم وفي بناء مستقبل أفضل معكم. إذن ندوة لمؤسسة الفكر العربي حول كتابين في اليسوعية، وزير التربية يؤكد متابعة موضوع الشهادات مع الجانب العراقي. عقدت مؤسسة الفكر العربي بالتعاون مع رابطة جامعات لبنان وجامعة القديس يوسف في بيروت ندوة حول الكتابين اللذين أصدرتهما حديثا باللغتين العربية والإنجليزية، العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار، Empowering Knowledge and Innovations Challenges for the Arab Countries، لمؤلفهما الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية دكتور معين حمزة والمستشار المختص بدراسة سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة الدكتور عمر البزري. بداية ألقى البروفيسور دكاش كلمة أكد فيها أن الإصدار الجديد ليس كغيره من الكتب، فهو صادر عن مؤسسة الفكر العربي المعروفة بتقاريرها السنوية عن التنمية الثقافية والعربية. كما ألقى البروفيسور أنري عويد كلمة أكد فيها على أهمية الكتابين اللذين يستكملان المبادرات التي دأبت المؤسسة على إطلاقهما في مضمار البحث العلمي. بدورها نوهت كوستانزا فارينا بتضمين الكتابين حيزا لوسائل الإعلام العلمية ودورها الأخلاقي في تعزيز العلم ونشر المعلومات، وتحدث منير ثابت عن العلاقات الوثيقة بين المعرفة والتنمية. أما وزير التربية فقد تطرق إلى حرصه على سمعة شهاداتنا وجامعاتنا، وهي مسؤولية وطنية لن نفرط بها مهما كلف الثمن، كما قال: إن الحرصة على سمعة شهاداتنا وجامعاتنا هو مسؤولية وطنية لن نفرط بها مهما كلف الثمن. وإنما أثير مؤخرا بخصوص الطلبة العراقيين هو موضوع بعناية الشخصية وبتنسيق تام مع معالي وزير التعليم العالي في العراق الشقيق. إن التلكؤ عن مساءلة المخطئ وفتح باب التراخيص على مصراعيه وانعدام الرقابة الأكاديمية والفراغ في مؤسسات الدولة والتعطيل في مرافقها وإيكال المسؤوليات الإدارية على جميع مستوياتها بالتكليف والشغور وقلة التدبير وأحيانا إساءة الأمانة، كلها تؤدي إلى ما نعاني منه اليوم والفلتان في تلوث السمعة. جمعية بيروت التراث تحتفل بعيد الاستقلال بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في نقابة الصحافة.
نظمت جمعية بيروت التراث بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي احتفالا لمناسبة عيد الاستقلال في نقابة الصحافة في بيروت بحضور حشد من الفعاليات السياسية والعسكرية. وكانت كلمات لنقيب الصحافة وكلمة لدكتور محمد بيسي عضو الهيئة الإدارية لجمعية بيروت التراث، ومن ثم كلمة جمعية بيروت التراث التي ألقاها عضو الهيئة الإدارية المهندس محمد سعيد فتحة، وكلمة أهل بيروت كانت للدكتور أمين فرشوخ. ولقد تمحورت الكلمات عن معاني الاستقلال ونشأته ونشاطات جمعية بيروت ودورها في الحفاظ على التراث وتعريف الأجيال الجديدة على معالم وعادات العاصمة ودورها المحوري في النهضة التي شهدتها البلاد سابقا وضرورة المحافظة على هذا الدور. وبعد ذلك تم افتتاح المعرض المشترك بين الجمعية وقوى الأمن الداخلي، والذي يضم صورا وكتب تراثية عن بيروت وعن نشاطات الجمعية وجناح تابع لقوى الأمن الداخلي يضم الألبسة والعتاد المستعملة من قوى الأمن الداخلي منذ تأسيسها، وكان هناك جناح يضم مأكولات ومشروبات تراثية بيروتية. ودعت بلدة كسبة النائب والوزير السابق فايز غصن بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية والفعاليات. وكان قد وصل جثمان النائب الراحل إلى بلدته، وكان في استقباله عائلة غصن وحشد من الأهالي والمحبين، إضافة إلى فعاليات من الكرة والشمال عند مستديرة سالم في البلدة. وقد حمل النعش على الأكوف وعلى وقع المفرقعات النارية من المستديرة وصولا إلى ساحة كنيسة القديسين سيرجيوس وباخوس في حضور كهنة الرعية. اعترفت إسرائيل عبر وسائل إعلامها أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية التي أطلقتها المضادات السورية انفجر فوق البحر قبالة حيفا بعد أن اجتاز الأجواء الإسرائيلية. وكانت مقاتلات إسرائيلية استهدفت شحنة أسلحة وبطارية دفاع جوي في منطقة حمص، وفق ما ذكرت وكالة سانا التي أفادت أن الغارات أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 جنود. وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض شظايا الصاروخ وجدت على شاطئ حيفا، وبذلك تكون المرة الرابعة التي يتمكن فيها صاروخ سوري مضاد للطائرات من اختراق الأجواء الإسرائيلية. مذكرة تفاهم أمنية دفاعية في الرباط بين المغرب وإسرائيل. هي ليست بزيارة عادية، والأصح هي زيارة مع نتائج أكثر من مصيرية تعكس ملامح أحلاف مستقبلية. فهل بتنا أمام مشهدية تحديد المعسكرات لا سيما في الشق الدفاعي؟ المغرب وإسرائيل وقعتا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، ما يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي. مصدر اطلع على مذكرة التفاهم السرية أوضح أنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة، لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل. الوثيقة وقعها عبد اللطيف لدي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال زيارته للرباط، وقد وصف الأخير الخطوة بالمهمة للغاية، وستسمح بتبادل الأفكار والدخول في مشاريع مشتركة وفتح الباب للصادرات الإسرائيلية إلى المغرب. كما رأى الناطق الدفاعي الإسرائيلي في بيان أن مذكرة التفاهم ستمكن من التمتع بتعاون متزايد في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري. وصل الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أنقرة في زيارة رسمية إلى تركيا، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان. واستقبل الرئيس التركي ولي عهد أبو ظبي في قصر الرئاسة بأنقرة، وستبرم كل من تركيا والإمارات خلال الزيارة اتفاقات في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية واللوجستيات. وقد وقع كل من المصرفين المركزيين التركي والإماراتي اتفاق تعاون، كما أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا. تزامنا ومن الإمارات، أعلن نائب وزير خارجية إيران أن الجمهورية الإسلامية والإمارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران أنه إذا بدأ طهران الاقتراب بشدة من صنع قنبلة نووية فلن نجلس مكتوفي الأيدي.
في وقت أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مجلس محافظي الوكالة أن المفاوضات التي أجراها هذا الأسبوع في طهران بشأن برنامج إيران النووي لم تتمحض عن أي نتيجة حاسمة. وكان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالوندي قال إن إيران اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على مواصلة المشاورات. روسيا وأوكرانيا ترفعان حالة التأهب العسكري بإجراء تدريبات قتالية، فهل من انزلاق إلى مواجهة مباشرة؟ ما الذي تخطط له موسكو؟ السؤال أكثر من مشروع بعد الحشد العسكري على الحدود مع أوكرانيا والتدريبات العسكرية في البحر الأسود التي أطلقتها اليوم، فهل هي تحركات في إطار تمرير رسائل تفرمل نشاط حلف شمال الأطلسي المتزايد بالقرب من حدودها كما أعلنت، أم تسعى بالفعل لغزو كييف كما اتهمتها واشنطن؟ بين هذا الاتهام وذاك، المشهدية في الميدان على الشكل الآتي: روسيا وأوكرانيا رفعتا حالة التأهب العسكري، الأولى من خلال إجراء تدريبات عسكرية في البحر الأسود إلى الجنوب من أوكرانيا بحجة تعزيز الاستعداد القتالي لقواتها التقليدية والنووية، شاركت فيها عدة طائرات وسفن تدربت على صد هجمات جوية على قواعد بحرية، كذلك الرد بضربات جوية، في حين أجرت أوكرانيا من جهتها ما وصفته بعملية خاصة على الحدود مع روسيا البيضاء، شملت تدريبات بطائرات مسيرة ومناورات عسكرية للوحدات المضادة للدبابات والقوات المحمولة جوا، كما نشرت من 1500 جندي إضافي على حدودها مع روسيا البيضاء. زيادة النشاط العسكري على الجانبين يأتي بعد أسابيع من التوتر المتصاعد، لا سيما بعد مناورات للبحرية الأمريكية ولحلف شمال الأطلسي، فهل من انزلاق قريب لمواجهة عسكرية مباشرة؟ وإلى الرياضة مع داني حرب. عاد البنفيكا بدون أهداف بدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو مع برشلونة، مما بيعني أنه رح يتوجب على الفريقين الانتظار حتى مباراتهم الأخيرة بالمجموعة لمعرفة مين رح يلحق ببار ميونخ، لأنه مباراة النادي الكتالوني الأخيرة رح تكون بملعب آليينز، بينما رح يستضيف بنفيكا منافسه دينامو كييف. بمعنى آخر، قد يكون عند الفريق البرتغالي فرصة إذا فاز بمباراته على دينامو مقابل خسارة برشلونة. بعد فوز تشيلسي 4-0 على يوفنتوس برسالة قوية من غرب لندن لبقية دول أوروبا إنه بطل دوري أوروبا مصمم على الاحتفاظ باللقب اللي فازوا فيه رغم كل الصعاب بأيار الماضي، وقد نفذ لاعبو توماس توخيل خطة دفاعية وهجومية بشكل مثالي ضد الإيطاليين واستولوا على المجموعة الثامنة قبل مرحلة واحدة من النهاية. كانت الأهداف المتأخرة لكريستيانو رونالدو وجادون سانشو كافية لتحقيق فوز ساحق لمان يونايتد على ملعب بيلاريال بنتيجة 2-0 ليضمن الثنائي مكان لألون بمراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا تحت قيادة مايكل كاريك كمدرب مؤقت على ملعب لا سيراميكا. وقلب مدرب بأجي موريسيو بوكيتينو أي مناقشة بشأن الوظيفة الشاغرة عند مان يونايتد، وقال انه تركيزه عم ينصب على نادي الحالي، واضاف انه رح يكون في شائعات كتيرة بعد إقالة أولي جونار سولسكيار. نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة وتصبحون على خير.